هذا اليوم طبعاً ينفخرنا جميعاً بإعلان نتائج الدورة 25 للفائزين في جائزة الشارجة للتفوق والتميز التربوي. مثل ما أنتم عارفين إحنا في الجائزة عندنا مجموعة من المراحل نخوضها علشان نوصل حق هذه المرحلة، وعندنا بعد مراحل لما نخلص من الحفل الختامي، وأيضاً بعد عملنا ما ينتهي لأن بعد نرعي الموهوبين ونشوف أخوانا وخواتنا الفائزين معنا. أقول ألف مبروك للجميع من فاز، وحظ أوفر إن شاء الله في المرات القادمة. شاكرين لكم.